حسنى؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. كيف حبيبتي؟ كويسه؟ الحمد لله. كيف اولادك؟ نحمد الله. كويسين؟ كويسين الحمد لله. هل الواد الصغير بيجي كيف؟ كويس؟ لا كويس الحمد لله. الله يخليك يديك العافيه. يا حسنى. اهلا وسهلا مرحبا. عليك الله شايس هذا سكر ثقيل. حاضر. سكر ثقيل. عسل بس. ما قلنا حاضر. عسل. الله يغيث البني ادم ده سبحان الله يعني. سكر ثقيل عسل الثلاثه معالق سكر عسل بس. ما سمعنا يا ود الحلال. دقيقه دقيقه حسنا شنو يا اخينا؟ مالك شنو؟ شنو؟ ايه سكر 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 معناتها تديك خلاص في شنو ثاني؟ يعني ما انا اقول سكر يعني؟ لا كلامك ده شكله ما طبيعي يعني. لا انت مانعني انا اطلب شاي؟ يا اخي ما في زول منعك تطلب شاي يا ابن العم، لكن الزول دي قلت لك يا اخي حاضر، في داعي سكر 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 وبتاع، كلامك ده ما صح يا اخي. وانت داخله شنو في المزرعه يا اخينا؟ يا اخي كيف داخل شنو؟ هاي؟ داخل شنو كيف؟ داخلك شنو في المزرعه؟ دي خدنا بتقعد تقعد هنا بتبيع الشاي، نحن نقعد كل يوم نشرب منها الشاي. انت جاي من وين هسه؟ وانت البودي جارد بتاعها انت؟ شنو؟ البودي جارد بتاعها؟ هاي البودي جارد بتاعها. تمنع اي زول داير يشتري شاي؟ تمنع. اسمع هنا. عايز تشرب شاي محترم؟ اهلا وسهلا، بنشيلك في راسنا. عايز تلف الدور؟ اتفضل امشي يلا. بنركز على السكر دي ليش؟ سكر سكر سكر. يا اخي اقول يا اخي. تفضل. يا اخي اقول سكر، اقول عسل، اقول اي حاجه يا اخي. عسل؟ اي. شنو العسل؟ عسل عسل وسكر، يعني مركز عليهم ولا شنو؟ اركز عليهم يا اخي. شنو؟ اركز عليهم. الله يا اخي استغفر الله العظيم. ايش قال يا اخي والله يا اخي؟ يا زول احترم نفسك وقطي. يا اخي عليك الله انسانه يعني. قفل قفل خشمك ده. يا جماعه كويس تهدوا بالله عليكم والله. السلام عليكم يا اخواننا. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله ونعم الحال، تفضل. ان شاء الله يكون عندك قهوة محترمة. قهوة مظبوط تعدي راسك. ايوه انا داير لي قهوة زيت الرجوع. ان شاء الله تلقى اي حاجة. قوية. سكر كيف؟ سكر بس كبي بس كبي. كبي. قبل السكر هاكل لي سيارة دي. سيجارة؟ أنا عمري ما مسكت سيجارة في يدي. كمان دايرين اشيل اولي عليك؟ لا يعني ما دايرين اولي على سيجاره وبس. دي تمصير على كده؟ دقيقه اصبر لي. الله! مره تديني الجمره بعيده؟ مش خير من ما اشيل السيجاره بيدي؟ افو! خد دخلتي فوق باب الرجاله. كفتيرتك وينها؟ جميل. اها انت اديتيني الجمره بايدي لكن انا بوريك الرجاله. عايز تعمل شنو يعني؟ عايز اقعد لك في منقدك ده مولع نار. اها انت من نسوان وين في الاهل؟ من السودان، سودانيه 100%. وانا اجنبي؟ انا لا اجنبي. حسنى 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 جيب الجمرة جيب الجمرة جيب الجمرة جيب الجمرة جيب الجمرة. اه كبا اه انا قاعد لك في المنقد ده للصباح.